نوصل لفقرة ألايف، واليوم رح نهتم بالويلنس لكل شخص عم يحضرنا، بهالعافية، بهالطريقة الحياة اللي هي طريقة حياة صحية وبتخلينا نكون أفضل جسديا ومعنويا أيضا. برحب بسيدة رولا غانم، أهلا وسهلا فيك. حضرتك صاحبة جي سبا، ورويدة سابا أهلا وسهلا فيك، سفيرة العافية أو الويلنس بلبنان. اليوم نحن رح نحكي عن اليوم العالمي للعافية اللي بيصير إجمالا بسبت الثاني من حزيران كل سنة. خلينا نبلش أول شيء نعرف عن شو هي الويلنس بشكل عام، وليه صار في يوم عالمي الويلنس بشكل عام. هي بترتبط ارتباط كتير دقيق ومباشر بالصحة، بس بالإطار الوقائي تبع الصحة. وفيها تكون هي موضة أو ترند بياخدوها العالم، أنه صار في شيء اسمه ويلنس بالعالم، بس ما منها هي موضة إلا ما تكون نابعة من حاجة. حاجة بعالم فيه ضغط، فيه ما بقى فينا نعرف نسيسر أياماتنا بشكل كتير طبيعي. الإنسان فقد شوي هالروتين اللي بتخليه متوازن بحياته. فيه هي دعوة بركة لكل العالم، مش بس للبنانيين، بزمن الضغط والتكنولوجيا، أنه يعني يرجع شوي على الطبيعة، يرجع على حاله، ويرجع يلاقي هالتوازن بين أكل شرب، حتى في ديمانسيون إنسانية كتير كبيرة، كيف بيتعاطى بعلاقاته مع العالم، وكيف بيكون إنسان جيد إذا تواصل مع الطبيعة، قادر يكون عم بيتطور لأحسن وأحسن. هيدا تقريباً التفسير تبع كلمة well-being أو wellness مثل ما بنستعملها بالوقت الحالي. كتير حلو، وبنحس قد ايه هيك فينا نكون أريح من هلأ بكتير، قد ايه فينا نجرب نزيح هالأمور السلبية يلي ممكن تعرق لنا حياتنا، توقفنا أو تأخرنا بكل بساطة عن أنه نوصل لأهدافنا. شو مشاركتكم؟ قد ايه موجودين حضرتكم؟ قد ايه عم بتتابعوا كمان وتكونوا عم تشتغلوا على أسس الويلنس؟ هي الفكرة خلقت من 4 سنين بتركيا، كان بس فيها 65 إتابليسمون مشتركين. هلأ صار في فوق 500 إتابليسمون بالعالم مشتركين بهالويلنس داي، لأنه فيها الحاجة. نحن احتفلنا سنة الماضية، وهالسنة توسعنا أكثر بالاحتفال، يعني بكل لبنان من الشمال للجنوب، وخلينا كل هالعالم تعرف شو هو المساج الويلنس، تتهتم بحالة وبعدين تقدر تهتم بغيرها وبالبيئة وبالبلد. رويدة فيها تخبرنا شوي عن البروغرام اللي انعمل بالسبا وبرات سبا، والتعاون مع الـNGO اللي اشتغلنا معهم كمان. الـNGOs وايضا في اشخاص، نحن بنشوف اليوم عم بيكون في اكثر كوتشز، بيرسونال كوتش او ويلنس كوتش، يعني قد ايه عم بيكون في هيك عمل للجماعه بهالموضوع؟ هو يا ريت نطلع شوي من نطاق ويلنس كوتش او بيرسونال كوتش، لان كل شخص قادر يكون كوتش على حاله، وقادر يغير بحاله، بنظام حياته، بالحلقه الصغيره اللي هو قاعد فيها وبالحلقه الاكبر. نهارنا كان كتير حلو وطويل متعب، أخذ أشهر تحضير، كنا 3-4 أشخاص عم نحضر بلبنان، وكنا على تواصل مع تركيا، مع أمريكا، مع الدنمارك، مع فرنسا، كل العالم كان عم يحتفل على طريقته الخاصة. نحن حبينا السنة ما يكون بس بقلب جي سبا، بما أنه كمان كان عنا دعوة على أنه ننشر خبرية الويلنس بالبلد، أشركنا معنا جمعيات، أشركنا معنا مؤسسات، أشركنا معنا أشخاص بيشتغلوا ويلنس على طريقتهم الخاصة، من جنوب للشمال للبقاع، بقلب بيروت، من مكتبات، من مساحات موسيقية، من فنانين، من ناس بيعملوا رافتينج، من ناس بيعملوا هايكينج، من ناس بيعملوا بطيروا بالهواء. جربنا نعمل بروجرام بلش 5:30 الصبح، خلص الساعة 10 بالليل، وكفى لنهار الأحد، والهدف يكفي على مدار كل السنة. عنا خطة نطلع بهالبروجرام الصغير المهضوم اللي اعتنى بالسبع أقطاب تبع الويلنس، اللي هو الشرب، الأكل، النوم، التعاطي مع الآخر، التعاطي مع العائلة، التعاطي مع البيئة. ونحن بنعرف قد ايه
حديث البيئة حساس بلبنان بهالوقت الحالي، بس خلينا نكون عم نتأمل ونكون عم نتفائل ونكون عم نجرب نغير نعمل شيء حتى على صعيد شخصي. بندعي كل العالم تنضم، بدها عمر من التغييرات أكيد. لأنه لازم نبلش أكيد، نبلش من شي مطرح. صحيح نحن بال2017 ناويين أنه مهمتنا تكون أكبر، لأن في بلدان صار عندها نهار الويلنس اللي هو تاني سبت نهار رسمي بعيدوه مثل نهار البيئة الدولة. خي هيدي شغلة كثير حلوة، نحن بندعي الدولة انه تسهلنا هالطريق. حضرتوا لنا فيديو بفسر شوي اكثر، رح نحضره سوا. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, found out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. I say yes! Find how far to go. Everybody got the reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Thanks. Thank you. We say yes. شو قصة هالدرج؟ هذا درج بمول كتير كبير، وقفنا الإسكالير ولون وعزمنا العالم تطلع مشي، وشفنا ردة فعل العالم، منهم انبسطوا منهم عصبوا وطلعوا مشي، وقلنا لهم congratulations you're now few steps closer to wellness. صرتوا قريبين من الويلنس. لازم الواحد يمشي، لازم يعود جسمه دائما يكون نشيط. على كل حال في أهداف كتيرة عم تنوضع، مش بس بيها النهار العالمي، إنما خلال السنة كلها متفقين عليها كل هالأشخاص وهالجمعيات وهالسباز يلي صاروا هيك يعني جزء من هالمشروع. أكيد نحن لازم دايما نفتح خط، ما دايما نكون متأثرين من هالبيئة والمجتمع اللي يمكن معقول يأسنا. نحن لازم نطلع من هالشي أكيد بالتعاون مع سفيرة الويلنس. شو دور السفيرة تحديدا؟ يعني قد ايه مهم أنه يكون فيها السفيرة؟ هي عليها نشر هالمساج الويلنس، يعني تعلم كل شخص بشو ما كان يكون الإطار اللي هو موجود فيه أنه بيقدر يحب حاله ويوصل المسج البوزيتيف لكل العالم اللي حواليه. هذا يعني هو الابيض بفتكر اليوم معبر عن نفسه، ما هيك رويده؟ بركه بيعبر، بركه لازم عايزين نحن كل شخص بلبنان وبالعالم عايز هالموجه الايجابيه حواليه ليقدر يكفي بصحه على مدى العمر. ما نغرق حالنا بستريس الشغل وباوقات عمل ويوميات وشغلة سهلة، هي شوي صعبة نرجع نعود حالنا بس سهلة. على كل حال احنا رح نتابع نشاطاتكم، إذا مش على الهواء على السوشيال ميديا، لحتى نشوف ونتعلم كمان وناخد هالمصاري. لأنكم بتشجعوا هالشيء. أهلا وسهلا فيكم رولا غانم وار وعيدة سابا، شكرا لوجودكم معنا. وقفة سريعة ومنتابع مع مريم.